أنا فاشل. ما تعيطش يا عدنان. إيه ده؟ شبح الفنان تامر هجرس؟ أولاً الفنان تامر هجرس لسه عايش، إزاي أنا هبقى الشبح بتاعه؟ ثانياً أنا شبح فنان تاني، فنان أجنبي. مش ممكن. حضرتك أيوه تورموند بتاع جيم اوف ثرونز. حبيبي اصحى للكلام، أنا الفنان فان جوخ، الفنان العالمي المعروف. طب والنبي الحقنا أستاذ فان ديزل، الأحسنين المفروض أنا فنان، بس حاسس إني مزيف. أنا مش عايزك تقلق خالص. اللي أنت فيه ده معروف بالإمبوستر سيندروم. لا 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 مستحيل. هو إيه؟ لا مستحيل نجيلي. أيوه إيه اللي مستحيل؟ ما أصل أنا واخد تطعيم ضد شلل الأطفال، فعندي وقاية ضد الإمبوستر سيندروم ده. يا ابني افهم، الإمبوستر سيندروم ده يعني متلازمة المحتال، يعني انت دايما بتحس ان انت محتال مش فنان حقيقي. يعني حضرتك شايفني فنان حقيقي؟ امتى كان يا رب استاذ فان ديزل بنفسه شايفني فنان حقيقي. اي انسان مهموم بجد، صادق بجد، متأثر بجد، هو فنان حقيقي. مش مهم الطريقه، مش مهم المنهج، مش مهم راي الناس ولا حتى النقاد. يعني مثلا لوحتك دي، لوحتك دي ترميها في الزبالة، ايه القرف ده يا ابني؟ تفاشل. ايه ده؟ يلا يا فاشل، يلا يا فاشل. بصراحة عندك حق، ده عمل رديء وأنا فنان رديء. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. في يوم 14 أكتوبر سنة 2022 وبينما زوار الناشونال جاليري في لندن بيستمتعوا بلوحة الفنان فان جوخ سان فلاورز، بنتين يا عزيز بيقربوا اللوحة كده ويتأملوا، وبعدين بعلبة صلصة. إيه يا أبو حميد؟ اللوحة بتاعت فان جوخ؟ بتجوخوا على اللوحة؟ البنتين دول يا عزيزي ناشطتين في حركة اسمها Just Stop Oil. دي يا عزيزي حركة بيئية، وعضاها قالوا ان العالم كله هيهتز لو لوحة لفان جوخ اتعصت صلصة، بينما محدش هيتحرك لو الكوكب بيتدمر بالوقود. وختموا بسؤال What is worth more, art or life؟ هل احنا كبني ادمين بيسولنا الفن اكتر ما بتسوى حياتنا او حياة الناس اللي هتتعرض لمشاكل لما يحصل الاحتباس الحراري الناتج عن استخدام الوقود الاحفوري؟ المثير للاهتمام يا عزيزي، وانت عارف انا اهتمامي ما بيوصلش غير قليل، إن فان جوخ، فينسنت فان جوخ نفسه، كان مبشر مسيحي بيدافع عن حقوق الفقراء وتحديدا عمال مناجم الفحم اللي بيستخدموا الوقود، لدرجة يا عزيزي إن فينسنت فان جوخ اتسمى كرايست أوف كول ماين. يعني مين عارف؟ الراجل ده لو كان عايش دلوقتي كان يمكن ينضم للبنتين دول في الحركة. معلش معلش، صلصة إيه؟ إحنا بنعمل كشري؟ هات لي مازوت يا ابني. من هنا يا عزيزي خليني احكي لك قصه فان جوخ، هذا الفنان السنسيتيف العبقري اللي العالم كله فضل سهران ما نامش ما دقوش طعم الراحه غير ما اطمنه ان لوحه هذا الفنان سليمه والطماطم ما بوظتهاش. بنام يا عزيزي، وانت يمكن تكون عارف، في حياه هذا الرجل الناس كانت بترميه بالحجار، حتى مش بالطماطم، دول كمان كانوا بيوصموه بالجنون. خليني يا عزيزي دلوقتي اخرج خروج درامي مميز وارجع لك تاني بواحده من ارق القصص. فينسنت فان جوخ يا عزيزي اتولد سنة 1853 في هولندا للكاهن ثيودورس والأم أنا. ومن طفولته يا عزيزي وهو حاطط قدامه هدف واحد. إيه يا أبو أحمد؟ حاطط قدامه الفن وبيجري ورا حلمه عشان يوصل للمجد بقى. عزيزي قلت لك إيه؟ ما تكونش قهوة. هدف فان جوخ من طفولته إنه يرضي أبوه وأمه، حتى لو ده هيخليه نسخة معادة منهم. يعني مثلا أمه كانت رسامة هاوية، تاخده هو وإخواته نزهة في الطبيعة وتعلمهم الرسم. شايف الوردة يا حبيبي بتترسم إزاي؟ ارسم قرص الشمس زي ما هو، مش زي ما الأبلة بتعلمه لك في المدرسة. قشطة الكورنر دي اللي كنا بنعملها اللي يعني بقى فيه بعد، وان احنا مش مهتمين بالشمس كلها ايام، والطيور بجد مش علامه المد اللي احنا كنا بنعملها. المهم بمناسبه المد، فينسنت فان جوخ كان الوحيد من اخواته اللي كان واخد الموضوع بجد، لدرجه انه كان يقطف النباتات ويقعد في البيت يرسمها 1000 مره لحد ما يتقنها تماما. بينما من ناحيه تانية فان جوخ كان بيقول ان نفسه ان روح ابوه او جده تحل فيه ويكون كاهن زيهم. حق عزيزي الحب ده لم يكن متبادل. الاب يا عزيزي اللي فينسنت كان بيحبه ده كان بيوصف فينسنت انه غريب وعنده ميل مخيف للاكتئاب، بينما الام ما كانتش راضية بأي مجهود ابنها بيعمله وهتفضل عنه دايما اخوه ثيو الصغير، فكان دايما الولد حاسس ان هو مش إناف. المهم يا عزيزي فينسنت وهو عنده 11 سنه هتحصل له صدمه لما اهله يودوه مدرسه داخليه. التجربه دي هتخليه يجرب شعور زي المنفى، الشعور اللي هيفضل ملازم ليه طول حياته ويخليه دايما بينتقل من مدينه للتانيه عشان يعمل كارير يخلي امه او ابوه فخورين بيه، يمكن يمكن يدوه الحب اللي عمره ما خده منه. ده عزيزي اللي خلاه يوصف طفولته متقشفه وبارده وعقيمه. بعد عزيزي ما فان جوخ انهى دراسته
الابتدائيه بتفوق، اهله هيقولوا له بص كفايه علام لحد كده، الراجل ملوش غير شغله وبيته. ومن سن 15 سنه هو واخوه راحوا يشتغلوا عند عمه كورنيليوس في مجال بيع اللوحات. رغم عزيزي انه كملش تعليمه الا ان فان جوخ هيتعلم انجليزي وفرنساوي والماني، ده من غير معلم يا ابو حميد. اه يا عزيزي، عشان بس يساعد عمه في دراسه بعنوان كونشنس اوف فان جوخ، بتقول ان ضمير فينسنت هيفضل معذبه دايما بين رغبته انه يكون فنان وهو محاوط برسومات الفنانين في وكاله عمه، ومن رغبته انه يتبع خطى والده في انه يبقى كاهن. فهو جواه اتنين بينافسوا بعض، واحد عايز يبقى رسام بيرسم لوح جميله زي اللي حواليه في الوكاله، واحد تاني عايز يبقى كاهن زي ابوه. بيفضل هذا الصراع شغال يا عزيزي لحد ما بينتصر واحد منهم، صوت الاب. عشان نشوف هذا الشاب اللي بيجيد اربع لغات بيطفش الزباين من عند عمه ويشاور على اللوحات ويقول لهم ورثلس ار، لسه ما كده ما حدش هيشتري، انت خلفه السوى قريب العار، بتقول على لوحات المحل ورثلس. فقال عزيزي عمه بيطرده من الوكالة، ده قال له واجب يعني. فينسنت بعدها هيروح يدرس الإنجيل في أمستردام، ولكنه بيجي عند امتحان اللاتينية ونشوف الفتى اللي بيتعلم اللغات كده بوش رجله يرفض يدخل الامتحان ده، ويوصف اللغة اللاتينية بأنها dead language، لغة ميتة. قال لا يا ابو حميد انت كده حيرتني معاك، وعايز يبقى فنان وعايز يبقى كاهن. لا عزيزي، ان فان جوخ بقى في هذه الفترة ان هو عنده فترات كده كان نفسه يكون زيهم ونفسه برضه يكون زي ابوه، ولكنه جواه كان خايف يختار لانه كان هيتحبس في اختياره ده للأبد. وكان من انواع الحلول الوسط يتطوع فينسنت كمبشر في احد المدن الاوروبيه في بلجيكا. المدينه دي يا عزيزي كان بيسكنها عمال المناجم، وكانت الكنيسه بتعتبرها منفى تنفي فيه الكنيسه اي كاهن للعقاب، يعني لو كان مش كويس نوديه هناك. هناك فينسنت هيبدا يرسم العمال ويتاثر بفقرهم لدرجه يا عزيزي انه هيتنازل عن بيته اللي اجرته له الكنيسه لصالح ست غلبان بيته. مش بس كده، هيدي الفلاحين ممتلكاته وهيعيش زيهم، هيبدا الناس يحبوه ويسموه كرايست اوف كول ماينز. فينسنت يا عزيزي كان بيعمل كل ده وهو جواه صوره عن نفسه، شايف نفسه بطل ينقذ كل الناس في هذه القصه عشان يرجع بقصه الاهل تثبت انه شخص احسن مما هم يتخيلوه، فكده يكتسب فخرهم ويستحق. ولكن عزيزي اللي هو كان شايفه بطوله الكنيسه اللي بعتته ابتدت تشوفه سلوك غريب، فيه بيتحول ممثل الكنيسه لمتشرد ما عندوش بيت عايش وسط العمال، بدل ما يعظهم ويديهم من حكمته بيرسمهم. هنا عزيزي الكنيسه بتقرر ترفضه. يا لهوي، طب وفخر اهلي؟ هذا الوقت يا عزيزي فينسنت بيلاقي انه واضح ان حلمه انه يكون زي ابوه مش هينفع معاه، محتاج يشوف له حلم تاني. بيحاول هنا يكون زيهم ويصارح حيلته في سن 27 انه عايز يكون رسام. فان جوخ يا عزيزي بيفاجئ برفض ابوه وامه اللي علمته الرسم، بيلاقي امه اللي حببته في الرسم بتقول له سيبك من الكلام الفاضي ده وشوف لك كارير يجيب لك فلوس. وقتها فان جوخ بيوصف تربيه ابوه وامه ليه انه نظام صارم هيخنقه للابد. فضل يحاول طول عمره، حاول يكون شبههم في كل حاجه وبرضه ما بيرضوش. ولكنه عزيزي في وسط هذا الخذلان بيلاقي الدعم من اخوه فيه. فكر يا عزيزي هذه العلاقة، فيو كان وقتها شغال في بيع اللوحات مع عمه، ما قالش لعمه دي حاجات ورثلس، لسه محافظ على شغله وكارينه وبيشتغل. فيو هيوافق انه يدعم اخوه ماديا لحد ما يدرس الفن ويبيع لوحاته بنفسه. قد تظن يا عزيزي انه خلاص انا كده بقى طز في اهلي، انا اروح لاخويا وابقى رسام وطز في الناس دي، الا ان لا يا عزيزي مش ده اللي هيحصل. رغم كل اللي عملوه اهله، رغم قسوه الام، الا ان فينسنت هيفضل يحاول يشحت حبها. يعني مثلا لما رجلها اتكسرت سنه 1884 راح عزيزي رسم لها الكنيسه اللي في قريتها اللي هي مش قادره تروح تزورها عشان بس يبسطها ويخليها تشوف الكنيسه من وهي قاعده في مكانها. ولما بهتت صورتها الابيض واسود كتب لثيو ان هو هيرسمها بالالوان عشان يحتفظ بحضورها معاه. ولكن يا عزيزي رغبته بالحصول على حب امه مش هتقف لحد هنا. هنا يا عزيزي خليني احكي لك عن اللاف لايف بتاعت فان جوخ. هنخش الواتساب بتاعه ولا يا ابو حميد؟ جيب لك يا عزيزي شويه سكرينات. جوخ نفسه ما شافهاش. سنة 1881 قريبة فان جوخ الأرملة، كيفوس اشتريكر جت تزور عائلة جوخ بأولادها، وأول ما يشوفها فينسنت هيقع في حبها بجنون لأنها فكرته بأمه. وممكن هنا نتخيل إن في عقل اللاواعي كان في صورة معينة، صورة بيسقط فيها حب أمه على هذه الست، هي الست اللي حبتني فكأن أمي حبتني. وده الشيء اللي فينسنت معرفش يكسبه في حياته. بيعرض يا عزيزي على حبيبته الأرملة الزواج، هترد وقتها عليه بثلاث كلمات، إيه يا أبو أحمد؟ نو نيفر نيفر. رد يا عزيزي هيجنن فان جوخ لدرجة إنه يروح لابوها ويحط ايده على مصباح متولع نار ويقول له ستظل هذه النار تاكل في يدي حتى توافق. هنا يا عزيزي ابوها بيتاثر بهذه الرومانسيه الشديده، وتحت وطاه الموقف من شاب حالم رومانسي بيروح يدفي المصباح. ايه يا ابو حميد؟ بيدفي المصباح يا ابو حميد. واضطر يا عزيزي عيلتها وعيلته يمنعوه عنها بالقوه. بعد سنه يا عزيزي فينسنت هيهج من البلد ويروح الهيج ويقع في حب واحده اسمها سيان. خليني اقول لك يا عزيزي ان قد يكون الموضوع حلو وجميل وخلاص الحمد لله،
لقينا الحاجة اللي هنرباوند عليها بعد العلاقة الفاشلة اللي كنا فيها وبعد المصباح اللي اتطفى والإيدين اللي ولعت أوريدي. سينيا عزيزي كانت في نظر المجتمع عندها بعض المشاكل الصغيرة. هي عزيزي كان بائعة هوا وحامل من شخص ما تعرفوش ومخلفة بنت. فينسنت عزيزي مش بس حبها، لا ده كمان قرر إنه عشان ينقذها يتجوزها. ومن رسوماته ليها بنشوفه بيحولها من عاهرة لربة منزل. بحمد لو سمحت ما تقولش عاهرة، قول عاملها بالجنس. ايه ده الله عليك يا عزيزي، حلاوتك وانت متقبل الاخر. يعني مثلا في لوحة سيان وذا امبريلا اند براير بوك بنشوفها ماسكة شمسية وكتاب الصلاة، الاغراض اللي كانت بتمسكها ام وهي بتوديك كنيسة في طفولته، الشمسية وكتاب الدين. طبعا يا عزيزي زي ما انت توقعت العلاقة دي ما كانش ممكن تكمل ابدا، اهله ما سمحوش ان ده يحصل. وفي اخر حياته فينسنت هيرسم لوحة ميموريز اوف ذا جاردن اوف ايتن اللي هيسترجع فيها ذكرياته مع قريبته كي وحبيبته سيان. بنشوف الصورة ام واخته في المقدمة، بينما في الخلفية صورة امرأة بتجسد كي وسيان، اللي بتقول المصادر انه حاول في لوحاته طول الوقت يستبدلهم بامه، امه اللي ما استوعبتش حبه ليه وهيفيد بيها الكيل من مغامراته وتكتب لاخوه ثيو الصغير ان تصرفات فينسنت سببت العار ليها وللعيله، وتختم في خطابها بجمله بتقول تيك هيم لورد، رب خده. سؤال عزيز اللي بيظهر هنا بيقول ليه فينسنت كان عنده الرغبه المرضيه دي في انه يقرب لاهله؟ معلش يعني ما كلنا بنحب اهلنا وكل حاجه، ولكن ما عندناش هذا الهوس بالاهل لدرجه ان احنا نشوف كل الستات اللي حوالينا كانهم امهاتنا، خصوصا ان الاهل دول كانوا قاسيين عليه جدا وكان عندهم رغبه قاسيه في ابعاد وبيفضلوا اخو الصغير عنه. عايزك يا عزيزي تتخيل معايا هذا الكابوس التالي فور ايماجينيشن. انت ماشي انت وامك وفجاه لقيت قبر قدامك ملوش عليه اسمك وتاريخ ميلادك، فجاه امك عيطت وحضنت القبر واجبرتك تزور القبر ده وتحط عليه ورد، وانت مش فاهم خالص ايه اللي بيحصل حواليه، ليه فجاه بقى في اهتمام بهذا القبر وليه لازم ازوره كل شويه واحط عليه ورد، والاهم ليه القبر ده عليه اسمي؟ ايه قد تظن يا عزيزي ان الكابوس ده كان حلم وراح، بس ده كان مشهد حقيقي في حياه فان جوخ، مشهد رسم قصته للابد. خليني اقول لك يا عزيزي الحقيقه المره اللي ممكن تشرح ليه التصرفات دي كانت بتحصل. فينسنت ما كانش الطفل الاول لابوه وامه، قبله بسنه اتولد طفل قبله وتسمى باسم فينسنت فان جوخ، ولكن الطفل ده مات اول ما اتولد، وبعده بسنه جه فينسنت اللي النهارده العالم كله يعرف. هنا فينسنت اللي احنا نعرف خد اسم اخوه الميت وتاريخ ميلاده، وكمان اتسجل في سجل الكنيسه برقم 29، نفس رقم اخوه اللي مات، ما كلفوش حتى نفسهم يدوه رقم جديد. الكاتب هارلد بلوم بيقول ان مفتاح مأساة فينسنت فان جوخ انه كان تجسيد للطفل الميت ده. عزيزي واحد كان بيشوف قبر مكتوب عليه اسمه بالكامل كل شويه، هو طفل ميت، هو بديل غير مرضي، حلم ضائع. الكاتبه كريستينا شالنسكي بتقول ان فينسنت من طفولته لما امه واجبرته انه اسبوعيا لازم يزور قبر اخوه وسجلته مكانه في سجل الكنيسه، حطته في المنافسه، منافسه لا يمكن يكسبها، لان عزيزي مش بنفس ابن خالته ولا قريب، دي منافسه مع شبح اهله شايفينه ملاك ما بيغلطش. فمهما فينسنت اللي عايش عمل مستحيل يتخطى هذا الملاك اللي في خيالهم، مهما عملت لا يمكن تواجبه، ومهما عشت لا يمكن توصل لمستواه، لانه ببساطه مع شبح. قصته مثاليه لانها ما اتكتبتش اصلا، والأسوأ على حسب كلام الكاتبه بالنسبه للام اي نجاح لفينسنت كان عباره عن هجوم على ذكر اخوه. ده عزيزي ممكن يشرح لنا حاجه مهمه جدا في تاريخ فان جوخ الفني، لو انت بتشوف شغله وبتتابع اعماله انه يمكن يكون اكتر فنان رسم لوحات لنفسه، لدرجه عزيزي ان فان جوخ اتسمى ذا فيرست سيلفي كينج، ورغم تاكيد المصادر انه كان بيرسم نفسه كنوع من انواع التدريب. يعني انت في الاخر فنان فقير مش هتلاقي موديل ترسمها ومعاك فلوس ان انت تسافر في حتت وتستكشف اماكن جديده وترسمها، فقدامك ايه؟ ان انت تقعد في الاوضه وترسم اللي موجود في المرايه، ده الرخيص ده المتاح منه، فكان قدامه يا ده يا اما يجيب عاهرات عشان يرسم، ودي كانت الطريقه اللي اتعرف بيها على سيان، لانه ما قدرش ياجر المحترف. الا ان دراسه بعنوان فان جوخ فانتسيز اوف ريبليسمنت بتدعم نظريه انه ما كانش بيرسم نفسه قد ما كان بيرسم صوره متخيله لاخوه اللي مات. ايه يعني اللوحات دي ممكن ما تكونش له يا ابو احمد؟ لا اقدر اكده لك يا عزيزي ان لوحات هذا الشخص هي لوحات فينسنت فان جوخ الاسم. ما هو كده كده هو واخوه فينسنت فان جوخ. فينسنت هيبدا الرسم بعد يأسه من مباركه ابوه وامه، وهيعتمد على اخوه ثيو صديقه الوحيد اللي مش بس هيدعمه لانه بيحبه، ولكنه هيقول ان اخوه موهوب بجد وفيهم هيوصل لمكانة بيتهوفن في الموسيقى. فينسنت عزيزي لما بدأ يتعلم الرسم في أنتويرب كان بيتنرفز قوي لما المعلمين بتوعه يدققوا معاه في النساء ويطلبوا منه يرسم الطبيعة زي ما هي كوبي بيست كنترول سي كنترول في منه. عشان كده عزيزي بنشوف أعمال فينسنت اللي في الأول متأثرة بمدارس الرسم القديمة اللي فيها أنت بترسم الجسم بتشريحه من غير ولا غلطة، كأنك بترسم لمرجع طبي بتشف زي ما أنت شايف كده قدامك عزيزي. لكن أنا عزيزي فان جوخ كان بيحس إن هو بيعيد نفس غلطته، وبدل ما بيحاول يكون أبوه أو أمه ده بيحاول يكون صورة للرسامين القدام. عايز أعيش بشخصيتي، إيه الفكرة في إن أنا أشوف الطبيعة بشكل معين
ارسمها بالشكل اللي هي فيه. انا عايز اعيش بشخصيتي. فين انا رؤيتي؟ فين البرسبكتيف بتاعي؟ فين الانطباع بتاعي؟ كل ده عايز هيتغير لما فان جوخ يزور اخوه في باريس ويتعرف عن المدرسه الانطباعيه. عزيزي المشاهد الجميل، المدرسه الانطباعيه بدات مع الرسام كلود موني لما فاجئ العالم بلوحه رسمها سنه 1872 لشروق الشمس في ميناء لهارف. سمع عزيزي هذه اللوحه امبريشن او انطباع. لوحه عزيزي زي ما انت شايف كده تفاصيلها مزغلله، ما فيهاش خطوط واضحه، كانك بتشوف المشهد ده وسط ضباب الفجر، مش قادر تشوف بالظبط، كانك شايفه من ورا ازاز، مش قادر تكون صوره دقيقه ومفصله عن هذا المشهد، قادر بس تكون انطباع. طبعا يا عزيزي الرسمه دي كانت جديده، النوعيه دي جديده، النقاد هجموا اللوحه دي بشده. موني سمى هذه اللوحه انطباع لانه ما يقصدش يرسم الرسمه كوبي بيست، وانما كان قاصد يوصل انطباعه اللي حس وقتها، احساسه هو وشعوره هو بالضباب اللي موجود في المينا وعدم الوضوح. هو رسم اللوحه عشان تشوفها، ولكن عشان تحس بنفس شعوره وقتها، كانك كنت واقف معاه في هذه اللحظه. الحركه دي يا عزيزي بتزداد اهميه حركه الامبرشنزم دي بالاخص في وجود الكاميرا. ده يا عزيزي اللي بيبدا يفرق في هذه الفتره المتوهجه اللي هيبدا يطلع فيها اختراع زي الكاميرا، فرق بين الكاميرا والفنان. لو انت عايز الطبيعه هتدوس كليك شكرا، لكن لو انت عايز الشعور فنان. من اللوحه دي يا عزيزي هيتسمى الفنانين اللي بينقلوا احساسهم من المشهد زي شكل النور وقت الرسم، البروده او الحراره اللي اثرت على العين، الانطباعيين. مدرسه مهمه جدا في عالم الفن. فينسنت هيلاقي نفسه في هذه المدرسه لان دي هتبقى اول مره العالم فيها يساله انت فينسنت فان جوخ، مش ابوك، مش امك، مش عمك، مش الفنانين القدامى، مش اخوك ثيو، مش شبح اخوك اللي مات، انت شايف العالم ازاي؟ الفن بيقول له عبر عن احساسك ده. لاول مره هيلاقي الحاجه اللي بتطلب منه يكون نفسه. عشان كده عزيزي فان جوخ هيقول as my work is so am I، كما يكون فني اكون انا. عايز تعرفني بص على شغلي. فان جوخ هيبدا يرسم الطبيعه اللي امه وريتها له وهو صغير، النباتات وعباد الشمس والزهور والليل والغروب ومزارع القمح، ولكنه مش هيرسمها طبق الاصل زي ما كان بيرسمها زمان عشان يرضي امه، ولا زي ما كان شايفها، انما هيرسمها بعينيه هو، باحاسيسه هو. لو قلت لك عزيزي ان فان جوخ له لوحه شهيره اسمها سانست ات ويدفيلد، مشهد غروب اشعه الشمس على حقول القمح الذهبيه، عايزك عزيزي تتخيل اللوحه دي شكلها عامل ازاي. تخيل وقف عزيزي الفيديو، تخيل ممكن تبليها عزيزي، كفايه تخيل بقى الرجل نملت. بهزر معاك عزيزي، شوف اللوحه يلا. طب يا عزيزي تخيل صوره من بتوع الديسك توب، لاند سكيب كده لطيف، عيدان قمح نضره وسماء زرقاء والشمس منوره كده، بينما بقى عزيزي فان جوخ ما شافهاش كده خالص. بص عزيزي على الصوره دي، ده عزيزي انطباع عن المشهد. فينسنت يا عزيزي ما رسمهاش زي ما شافها بالظبط. لو ركزت عزيزي في اللوحه مش هتجد تفاصيل، هتلاقي القمح واحد ما تعبش بجنيه عشان يرسمه، هتلاقي السماء خبطات فرشه، ايه الكسل ده يا عم؟ ما تلاقيش عزيزي كل قمحايه واقفه او كل سحابه ماشيه بشكل معين، لا، في انطباع، حاله، مش متخيدين بالابعاد، مش متخيدين بالنسب، حاجه مش زي ما عينك بتشوفها في الحقيقه، بس زي ما احساسك ممكن يحس. خليني اقول لك يا عزيزي ان فينسنت هيحترف الرسم في سن ال 27 وهيموت في سن ال 37، ولكن اسمع بقى، اسمع يا عزيزي بقى كسول، خلال ال 10 سنين، ال 10 سنين العمر الفني القصير ده هيسيب اكتر من 2100 لوحه. 2100 لوحه؟ ليه؟ ما كانش عنده كلاينت يعدل عليه؟ لا يا عزيزي ما كانوش اخترعوا الكلاينت ده. بيرسم بمعدل 4 لوحات اسبوعيا، لدرجه يا عزيزي انه كان بيقول لو المود مش مظبوط وكان يعني صحي مكتئب النهارده كان ممكن يخلص الماستر بيس اللي بنشوفها بانبهار دلوقتي دي في 4 ساعات بس. لا يا عزيزي توقيعه على كل لوحاته لو ركزت مش هتلاقي الاسم المعروف اللي احنا كلنا نعرفه فان جوخ، هتلاقي اسم فينسنت، كانه عزيزي كان بيعاقب ابوه في اللاوعي بانه ما يحطش اسمه جنب اسمه. حتى الفيلم يا عزيزي اللي اتعمل له ما اسموش فينسنت فان جوخ او فان جوخ، اسمه فينسنت. شيء يا عزيزي مثير للتامل جدا، محتاج نناقشه في حلقات كتيره بعد كده، علاقه الانسان باهله، كويس فيها والوحش فيها، من ناحيه الاباء ومن ناحيه الابناء. ده هنسيبه الحلقه الثانيه يا عزيزي، خلينا دلوقتي نركز في فينسنت فان جوخ. خلال يا عزيزي هذه الفترة فينسنت هيسخر نفسه للرسم فقط، لدرجة يا عزيزي انه كان عايش على المية والعيش. لوحات فان جوخ كانت غريبة جدا في وقتها، حتى على المدرسة الانطباعية اللي هو المفروض بينتمي ليها. لوحات فان جوخ كانت غريبة لانها كانت ذاتية جدا، يعني بدل ما نرسم انطباعنا عن مناظر طبيعية زي الحقول والمناظر الطبيعية، لا يا عزيزي فان جوخ بدأ يرسم انطباعاته عن نفسه زي السيلف بورتري ده اللي تقدر تشوف فيه رؤيته لذاته، شخص اوفر ثينك، افكاره طالعة من كل اتجاه في صورة ضربات فرشة حادة. عشان كده يا عزيزي لوحاته اتسمت ما بعد انطباعي. غرابة اللوحات دي هتخليها ما تتباعش، ورغم يا عزيزي ان ده كان هدف سيو في البدايه، الا انه مش هيبطل يرعى اخوه ماديا. بتعمل لوح ما بتتباعش، مش هوقف دعمي عنه، مع انك بتقول اني شغال في الورث لسه. ها المهم ان فان جوخ ما يبطلش رسم. في سنة 1888 هيسافر فينسنت فان جوخ إلى مدينة أرلس وهيعيش هناك في يلو هاوس اللي هيتولد فيه حلمه، حلمه اللي شكله له الرسم اللي مش بس خلاه يلاقي نفسه، إنما بيديله العيلة اللي معرفش أبدا يلاقيها. فشل فينسنت فان جوخ في الفوز بمحبة أهله وفشله في كل قصص حب حياته، خلاه يحلم بالكولوني أوف بينترز، مستعمرة الفنانين، يحول بيته لمستعمرة يعيش فيها مع فنانين عصر ويكونوا عيلة واحدة. وبالفعل هيدفع ثيو الفنان الفرنسي بول جوجين 150 فرنك شهريا عشان
عشان ينضم لاخوه فينسنت ويحاول يكون صديقه ويبدا معاه حلم المستعمره. في البدايه فينسنت هيلاقي في جوجن الصديق والفنان اللي يقدر يتعلم منه، ولكن بعد خلافات فنيه هيهدده جوجن انه هيمشي. فان جوخ يا عزيز بيقرر انه يقطع ودانه. عشان كده نشوف في 23 ديسمبر سنه 1888 مشهد غريب جدا. فان جوخ بيدخل بيت بغاء وهو بينزف وحاطط ودنه في منديل ويسلمها البنت موجوده هناك ويقول لها حافظي عليها. دي كانت اول ما يسمى بالسايكوتيك بريك اللي يصاب بيها فان جوخ. اخوه ثيو ربنا يكون في عونه بصراحه عشان الواد ده اتبهدل كتير قوي، راح لفان جوخ وفضل يرعاه لحد ما خرج من المستشفى. حياه فان جوخ في ارلس بقت مستحيله زي ما قلنا في الاول ان هو كان دايما عرضه للمنفى. سكان مدينه ارلس قدموا عريضه ضده وصفوه فيها انه شخص مختل وخطر على السكان، طب يقطع ودنه. وفي مايو 1889 بيتم ايداع فينسنت في مصحه في سان ريمي منطقه كده يعني. يا ترى يا ابو حميد بقى ايه التشخيص النفسي لحاله فان جوخ؟ خليني اقول لك ان بالرغم ان فينسنت اتشخص بالصرع الا ان سؤال تشخيص حاله فان جوخ النفسيه ده هيفضل شاغل علم النفس لحد دلوقتي. في احد الدراسات اللي اتعملت سنه 2020 هتلاقي ان حياه فينسنت اللي عرفناها بالتفصيل من خلال مراسلاته هو واخوه اللي تخطى 900 جواب، خلى عزيزي هو رسم لوح اكتر ما بعد جوابات لاخوه اللي بيصرف عليه. لو جيت بقى بصيت على الجوابات الكتيره دي هتكتشف ان مفيش مرض لوحده يقدر يفسر حياه فان جوخ ولا فنه. يعني مثلا فينسنت في رسائله بيأكد ان في لوحات بيرسمها وهو في مود حماسي ومبهج، ولوحات بيرسمها وهو في مود كئيب وده داين. عايزك تتخيل ان رسم الصوره دي هو نفسه اللي رسم دي، وده مفسره بايه؟ مش محتاجه ذكاء، باكتئاب ثنائي القطب. اهو ده مرض اكتئاب ثنائي القطب، يلا ادي واحد باي بولر. بينما علاقات فينسنت العاطفيه وعلاقته بجوجن اللي دايما بيختار فيها غلط وبينتهي الموضوع بتعلق شديد منه ونفور من الاخرين ممكن يتم تفسيرها بان عنده اضطراب الشخصيه الحديه. اهو ده اتنين. وكمان نظره اي حد على فنه بترجح ان ممكن يكون عنده OCD وسواس قهري للكمال ريجيد بيرفكشنزم. فان جوخ كان بيقول ان لوحاته بيحاول يجسد فيها الانسبيكابل بيرفكشن، كمال ما توصفش. خليني يا عزيزي احكي لك لوحه لفان جوخ ما جسدش فيها كمال عادي. فان جوخ يا عزيزي قفش برشته نمط معقد احتاروا علماء الفيزياء في فهمه والتنبؤ بيه. سنه 2004 مثلا لاحظ علماء بتلسكوب هابل دوامات من الغاز والغبار حوالين نجم بعيد. اول عزيزي ما شافوها ربطوها بلوحه فان جوخ الشهير، اشهر لوحه في تاريخه الستاري نايت اللي رسمها في مصحه سان ريمي. ولما العلماء حللوا اللوحه وشافوا ازاي بيرسم الضوء والدوائر لقوا انه قادر يوصف التربولنت فلو. ايه يا محمد بجد قدر يوصف التربولنت فلو؟ تبقاش قهوج. خليني يا عزيزي اشرح لك ما هو التربولنت فلو. العقل البشري يا عزيزي مصمم انه يلاحظ الانماط المتكرره، يشوف النمط متكرر. نمط ده العقل. النمط المتكرر ده يا عزيزي يعني انت مثلا لو رميت اي حاجه هتجدها بتقع. عقلك بيلاحظ ده مع الوقت يفسروه بقانون الجاذبيه. الغازات والسوائل لما بيتحركوا احيانا يا عزيزي تعمل انماط مش مفهومه صعب التنبؤ بيها. يعني انت شايف غاز مثلا ما تعرفش هو رايح انهي اتجاه ولا رايح بانهي نسب ولا بانهي كثافه. اسئله كتير. دخان السيجاره مثلا يستحيل تتوقع حركته، حاجه معروفه بالكيوس ثيري ما بتبقاش عارف دخانها هيتحرك بانهي اتجاه بالظبط. ده يا عزيزي التربولنت فلو اللي انا كنت بشرحه لك وانت اتفاجئت. يا ابو حميد هو بقى فان جوخ شرح الضربان المضطرب ده اسمه الجيران. وهقول لك الجيران المضطرب ده لو العلم فهمه كويس هيقدر يتنبا بحاجات مهمه جدا زي مثلا رياح الاعاصير والكوارث الجويه ويتجنبها. لو بصيت يا عزيزي على لوحه ستاري نايت هتحس ان السماء المرصعه بالنجوم بتتحرك بتنبض، وده لان دقه الرسم خلت فان جوخ يرسم الضوء وحركته. شوف يا عزيزي احنا كنا بننظر للوحه بتاعته نقول ايه الكسل ده، عامل لي بالفرشه شويه حاجات يقول لك ده حقل قمح، ولكن بتشوف هنا بقى قد ايه هو مهتم بالكمال بالدقه بس من نوع اخر، لانه قفش النمط اللي اتحرك بيه اشعه الضوء ونسائم الريح. شوف يا عزيزي فينسنت بوسواسه قدر نوعا ما يوصل للكمال في رصد حركه الضوء الساحره. كل ده في مشهد ليلي رسمه من شباك اوضته في مصحه للامراض العقليه. تخيل لو لسه يا عزيزي ما انبهرتش خليني اقول لك حاجه يمكن تخليك تشك فيه، لانه وصف هذه اللوحه واحده من اشهر اعماله كلنا عارفينها تقريبا انها فيلير الفشل. وما رضاش يا عزيزي يبعتها لاخوه في باريس عشان يوفر ثمن البوسطه. صعب يا عزيزي نعرف تحديدا ايه المرض النفسي عند فان جوخ، لكننا سهل نشوف اثر كل تشخيص في كل رسمه من الرسومات. حتى عزيزي اللون الاصفر الطاغي على هذه الرسومات المصادر بتفسره بنبته الديجيتالس اللي كان وصفها له طبيبه واللي رسمه فان جوخ وهو رسمها. النبته دي يا عزيزي كتر تعاطيها بتخلي المريض يشوف العالم من منظور اليلو جرين تنت. المؤرخة كارول والاس بتقول ان فيه لحد اخر لحظة فضل ملتزم بدعم اخوه وطلب من الرسام الشهير كاميل بيزارو انه يحتضن موهبة فان جوخ ويعيش في رعايته، ولكن الفنان رفض وطلب ان فينسنت فان جوخ يعيش في رعاية الطبيب النفسي بول جاخ في مدينة اوفرس اللي هتكون يا عزيزي المحطة الاخيرة في رحلة فان جوخ. بالرغم يا عزيزي من كل هذه التعاسة الا ابن كان في اخبار حلوة، اخبار حلوة زي ان لوحة لفان جوخ اتباعت ب 400 فرانك. ده اللي قاله له اخوه ثيو في رسالته ليه. طبعا هي كانت اخت لصديق لفينسنت وكانت بتحاول
تدعمه فاشترت اللي هي اللوحه بتاعت ريد فاينيارد، الا ان ده يعتبر انجاز، دي اول لوحه تتباع لفينسنت فان جوخ. مش بس كده يا عزيزي، فان جوخ بيجي له خبر حلو قوي وبياكد له ان ما كانش مكروه طول حياته من الناس القريبه ليه، بالعكس في ناس حواليه بتحبه جدا. اخوه ثيو بيبعت له يبشره ويقول له ان يوم 31 يناير 1890 خلف ثيو من زوجته ابن وسموه فينسنت على اسم فينسنت فان جوخ. خليني اقول لك يا عزيزي كحد شاف الحلقه من اولها ان فينسنت لقى في الخبر ده تعويض عن التسميه الظلمه اللي اتسمى عليها وهو صغير، وحطته طول حياته في مقارنه مع ملاك مش موجود، مسابقه هو دايما فيها بيجري ودايما خسران. في اللحظه دي يا عزيزي هو بيبص على اسم فينسنت فان جوخ نظره مختلفه تماما عن نظرته للاسم طول حياته. الحاجه الثانيه يا عزيزي اللي عايز ارفلكت عليها هي الاخ. ازاي ده يا عزيزي كان اخ شاف حد مجنون، شاف حد فاشل ما بيتبعلوش لوح، ويوم ما تتباع لوحه تتباع لاخت صديق له، ومصدر تعاسه ومصدر اكتئاب ومصدر قلق، وكل شويه يتنقل من مكان لمكان ويقطع ودنه ويروع سكان مدينته لحد ما يطردوه، ومازال بعد كل ده وكل الصرف ده يوم ما يخلف ابن يسميه على اسم اخوه الفاشل اللي كان هو ويمكن هو الوحيد اللي كان مؤمن انه ما كانش فاشل. الكاتب يا عزيزي ستيفن ليفيك بيعتبر ان هي دي اللحظه اللي هتختم حكايه فان جوخ اللي بدات بطفل ميت سبق وجوده وبتنتهي برضه بطفل بيحمل اسمه، وهيستبدل حضوره عند الشخص الوحيد اللي امن بيه ودعمه اخوه ثيو اللي صعب يفضل يهتم باخوه ويدعمه وينشغل بيه عن ابنه اللي من صلبه. خليني اقول لك حاجه يا عزيزي، بالرغم ان خبر ولاده اخو فينسنت خبر حلو، وبالاخص لما تعرف ان اخوك ثيو ده سمى ابنه على اسمك، دي المفروض كلها تبقى اخبار حلوه، ولكن دي بالنسبه لفينسنت ما كانتش اخبار عظيمه، لانك يا عزيزي لما تكون على قمه الجبل صعب تطلع خطوه زياده فوق، وفان جوخ كان وصل للقمه، معنى ان اخوه اللي بيرعاه وبيهتم بيه جاب ابن اسمه فينسنت، انه اهتمامه بيه هيقل، طبيعي يراعي ابنه اللي من صلبه اكتر اللي محتاج له. منطقي جدا ان الصداقه اللي بين الاخين النادره دي تبدا تتراجع. الصداقه اللي كتب عنها فينسنت قبل شهر واحد من موته If I was without your friendship I would be sent back without remorse to suicide. وفي يوم 27 يوليو 1890 هيرجع فينسنت وهو مصاب بطلق ناري من الحقول اللي كان بيقعد يرسم فيها في أوفرس، وبعد يومين هيموت في أحضان أخوه ثيو وهو بيعتذر له إنه طول عمره كان عبء عليه. ثيو ما بيستعدش ذكريات عمرهم كله، بيسترجع معاه ذكريات طفولتهم سوا وبس. وبينما مصادر كتير بتاكد ان فينسنت ما انتحرش ولا كان حتى عنده مسدس، وانما غالبا مات على ايد متنمرين كانوا بيضطهدوه وبيضايقوه وهو قاعد يرسم، الا ان لوحته العظيمه ويت فيلدز وذ كروز حقل القمح ذو الغربان اللي كتير بيعتبروها مشهد تنبؤه بالنهايه، حقل بالشكل الضبابي ده بتطير منه غربان مزعوره سمعت صوت الطلقه، لوحه عظيمه كانه شايفه من بره. الدراما يا عزيزي ما بتوقفش لحد هنا. بعد شهور من وفاه فينسنت بيموت ثيو، رغم ان فينسنت كان دايما خايف من زوجة اخوه وشايفها انها سرقت اخوه منه للابد. خليني اقول لك يا عزيزي ان العالم كله مدينين لهذه الزوجة يوهانا بونجا عازفة البيانو زوجة ثيو، لان هي دي الشخص اللي حول فان جوخ من انه فنان باع لوحه واحده بس في حياته للاسطوره اللي نعرفها النهارده. جوهانا هي الشخص اللي جمع اللوحات ونظمها وقدمها للعالم اخلاصا لامنيه ثيو ان اخوه يوصل لمكانه بيتهوفن في الفن. كتير يا عزيزي من لوحات فان جوخ الست اللي كان بيخاف منها هي اللي انقذتها، وانقذتها من مين يا عزيزي؟ من ام فان جوخ نفسها، الست اللي كان بيتمنى طول الوقت انها تحبه، اللي حاولت بعد وفاته ترمي كتير من شغله. تخيل يا عزيزي مفارقه، في سنه 1914 نقلت يوهانا رفات ثيو وجوزها عشان يكون جنب اخوه فينسنت. شوف يا عزيزي المفارقات، كل الاشخاص اللي كان خايف منهم وحاسس بتهديد منهم عليه هم اللي خلدوا اسمه، والناس اللي كانوا بيحبوهم هم اللي في وقت من الاوقات حاولوا يمحوا التراث بتاعه ويمحوه. فان جوخ هيتخلد في السينما كفنان مهووس ضحى بحياته في سبيل فنه، بينما في الحكايه الحقيقيه الفن هو اللي انقذ حياه فان جوخ. فان جوخ كان بيقول انه بالفن يقدر يحول اي مشهد مأساوي حزين قميء لوحه جميله، في لوحاته اتحول عمال المناجم الفقراء التعبانين الشقيانين لفن حلو وجميل نحب نتفرج عليه، وتحولت بائعه هوى بائسه حياتها كانت حزينه لزوجه حنونه، بينما مشهد غروب او حذاء او زهره عباد الشمس اغراض يوميه بنشوفها كل يوم اتحولت لجمال خالد. حتى عزيزي المشهد الاخير مشهد رحيله عن العالم قدر يحوله لمشهد جمالي في لوحه، قدر يرسم سحر الحياه الجميله اللي معرفش يعيش. المصادر بتقول ان فينسنت لو كان عايش في حقبة متقدمة شوية كان ممكن علاجات تظهر وتنقذه، ولكن فنه وتفانيه الصارم اللي خلاته يسيب اكتر من 2100 لوحة في 10 سنين بس كان هما العلاج الوحيد ليه. عشان تعرف يا عزيزي ان هي ليست موهبة بس، هي كمان موهبة وعمل مستمر والمساحة الوحيدة اللي كان فيها نفسه بدون ما يعيش في سجن ابوه او امه او اخوه الميت. يمكن يا عزيزي افضل تلخيص لحياة فينسنت كانت مقولته Let us keep courage, try to be patient and gentle and not mind being eccentric. خلينا نمتلك الشجاعة اللي تخلينا نعيش
قصتنا مش الدور اللي مرسوم لينا، ونكون صبورين ولطفاء حتى لو اول حب تقدم لنا من اهلنا لكان لطيف ولكان على مقاسنا، وما نخافش لو حد وصبنا بالغرابه او بالاختلاف. جايز اختلافك ما يكونش لعنتك، وانما البصمه اللي هتميزك عن كل الناس. خيرا وليس اخيرا يا عزيزي، اتمنى ان انت تشوف الحلقات اللي فاتت وتشوف الحلقات اللي جايه، تنزل تبص على المصادر، واحنا على اليوتيوب نشترك على القناه.